سأنتقل الآن إلى شرح القاعدة الإملائية. بهذه القاعدة كما هو مكتوب في مطلع القاعدة نلفظ الألف ولا نكتبها في بعض الكلمات. مثلا سأبدأ بكلمة لكن. أنا عند اللفظ أقول لكن، لكن لا أستطيع أن أكتب هذه الألف. هذه الألف تلفظ لكنها لا تكتب. أيضا سأخذ بعض الأمثلة. عندي هذين، لا أستطيع أن أكتبها بهذا الشكل لأن هذه الألف هي تلفظ لكنها لا تكتب. أيضا سأخذ كلمة هذه، فأصلا أنا لأكتب هذه، هذه الألف تلفظ لكنها لا تكتب إطلاقا. فأصلا سأكرر، نلفظ الألف ولا نكتبها في بعض الكلمات، مثلا لكن وهكذا، ونطبق هذه القاعدة على 17 كلمة هي هذا، هذه، هذان، هذين، هؤلاء، هاهنا، هكذا، لكن، ذلك، ذلكم، كذلك، أولئك، إلى الله، الرحمن، السماوات، وطه. هنا لابد من ذكر هذه الملاحظة، تصح كتابة الألف في الرحمن والسماوات وإلى فقط. في هذه الكلمات الثلاث نستطيع أن نلفظ الألف ونكتبها، ونستطيع أيضاً أن نلفظ الألف ولا نكتبها. في عنا هنا طه، طه هو اسم إنسان. فسأكرر بالرحمن السماوات وإله، أستطيع أن أكتب الألف وأستطيع ألا أكتب الألف. لأ تطبيقي عن القاعدة التي شرحتها منذ لحظات، سأقرأ الإملاء، انتبهوا جيدا للقراءة. يا له من ساحر يسيطر على المرء ويستحوذ على عقله، ذلك الجهاز الجذاب الذي ندعوه التلفزيون. للتلفاز منافع عديدة، ولكن الأضرار هنا، ولكن فسنلفظ الألف لكن دون أن نكتبها. ولكن الأضرار التي يخلفها جمة، جمة يعني كثيرة، إنه صورة للمتطلبات الحديثة التي تتحكم بالمجتمع، وهو أهم مظهر للحضارة الحديثة، إلا أنه غالباً ما يهتم بالسطحي وبالسخيف من البرامج، حيث للمبتذل أوجهه المتنوعة برامج للتسلية بدلاً من برامج للتثقيف. وكما نعرف فإن المجتمع هو كالعجينة اللينة تأخذ شكلها بحسب المراد، لذلك فالفن والثقافة والأدب والموسيقى هي كالغذاء الذي يقوي أنفسنا وكالمصابيح التي تنير بيوتنا. أرجى نقل هذه الإملاء على دفتر الإملاء.